السلام عليكم. عرف مركب النسيلة لإنتاج معدات الغازية والكهربائية والصيانة كذلك في هذا الميدان، والتابع لمجمع صون الغاز. إذن عرف ثالث عملية له لتصدير بعض أجزاء التوربينات باتجاه هولندا، وهذا يدخل في إطار شراكة بين شركة صون الغاز وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية. وهذه العملية تاع التصدير تخص فرع جنرال إلكتريك الواقع بهولندا. فإذا هنيئا لشركة صون الغاز بهذا يعني العملية تاع التصدير، وإن شاء الله المزيد بالنسبة يعني التصدير بصفة عامة في كل الميادين. إن شاء الله ندخل في العالم هذا تاع التصدير لتنويع الاقتصاد الوطني. وللعلم فإن العملية هذه يبلغ حجم العملية هذه 250 مليون أورو بالنسبة لثلاث عملية تصدير اللي قامت بها شركة صون الغاز انطلاقا من مركبها بأمثلة. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.